أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تهييس برس على قناتكم فن شو. طبعا هنكون شاكرين جدا في البداية لو دعمتونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تشوفوا كل الفيديوهات واللقاءات الحصرية اللي بنعملها لكم مع مجموعة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي. برنامج تهييس برس زي ما انتم عارفين عنه ان هو بيرصد أهم أخطاء الإعلاميين والصحفيين اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم، وطبعا الاستاذه الكبيره في الاخطاء دي هي الاعلاميه الرشيقه الغزاله السمارت ريهام سعيد. ريهام سعيد يا جماعه انا والله تعبت، انا كل شويه نجيب حاجه نلاقي ريهام سعيد طالعه، هي مش لاقي لها شغلانه، هي عايزه كل الناس تتكلم عنها طول الوقت، ما تفهمش ده عن قصد ولا عن ايه ولا هي طبيعتها كده، هي المهم هي فيها غلط، ريهام سعيد فيها غلط يا جماعه ولازم ندور ايه المشكله، يعني ايه ازمتها النفسيه اللي بتخليها كل يوم والتاني تقول تصريح يخلي الناس تحط عليها وتكرهها اكتر من الاول. لازم دكتور نفسي يا جماعه ريهام سعيد بجد، عشان ما اطولش عليكم قول وطول. ريهام سعيد يا جماعه مؤخرا مشكوره طبعا، عملت حمله للقضاء على السمنه وده يعني حاجه تشكر ليها، لان ما شاء الله كل يوم حملات، فيعني عامله زي ايه مباحث التموين كل يوم حملات كده، اللهم صل على النبي عليها. فالمهم عملت حمله للقضاء على السمنه، بس هي تبعت مبدا ايه بقى، هنزلك بالعلاج زي ما شركات المحمول بتزلك بالوحدات، عارف انت الاعلان ده اللي هو احنا بنزلك بالوحدات مش عارف ايه، ويفضل يطلع يطلع يطلع. هي ريهام سعيد عامله الفيلم ده بنفس الطريقه. الحكايه بدات ازاي؟ عملت حمله للقضاء على السمنه، في ستات اشتركوا، طبعا حياتهم كانت ماساه، ما حدش ينكر ان السمنه ممكن تتعب صاحبها يعني، ف عملت حمله عالجت البعض منهم وقالت بقى ايه احنا عالجناهم، ده حياتهم كانت صعبه، طب كتر خيرك. وما سكتتش بقى على كده، لا جابت بقى التخان كلهم وكانها بتزل فيهم، شفتوا انا بعالج اهو، اتخانوا بقى يا تخان تعالوا بقى عشان ايه اعالجكم، او روحوا اتعالجوا عشان انتوا عبء على المجتمع، عبء على اهاليكوا، شكلكوا وحش يا اللي بتمشي عرقانه ومدهننه وملزقه ومش عارف، طب ازاي تروحي الساحل مثلا تلبسي هوت شورت ولا مايوبكي، ازاي بشكل دهننتك بالعليتك دي، كان ده اللي ناقص والله تقوله. دلوقتي لما سياده الرئيس طلع اتكلم عن التخن كان بيحس الناس على انها على قد ما تقدر تحافظ، على قد ما تقدر تعمل، ظهرت كوميكس كتيره وهزار كتير، الرئيس نفسه ضحك عليه وعلق عليه بشكل لطيف وخده بهزار مع الناس والموضوع عدى، وهو الرئيس حتى حبب الناس في فكره انها تبقى ألذ واحلى وكده، بس ما فرضش عليهم حاجه، ما هنش حد، ما تطولش على حد، لان الرئيس بيعرف يحترم شعبه، انما انت مش قادر تحترم جمهورك، مش قادر تحترم الناس اللي بتسمعك. الناس عملت كوميكس وقالت كميه الجهل، يا علمك يا علمك ايه يعني، انت اعلم اهل الارض بصراحه، لما الناس عملت كوميكس وهزرت بقوا جهله، معاكي حق، ازاي يعملوا كده. طبعا الرئيس لما طلع قال التصريح وشاف الكوميكسات وطلع تاني وهزر مع الناس والموضوع خلص، بس في عندنا ما شاء الله كده كتيبه اعلاميين عايشين على التعريض، فبتعرض اكتر من المعرضين نفسهم، فبتعرض منها فبتوسع فبتبقى عريضه ومفلطحه، فانت مفلطحه تصريحيا، تخينه تصريحيا، خس في تصريحاتك تعريضك يقل هتبقى لطيفه ولذيذه، خس يا ريهام وخلي تصريحاتك خاسه ورفيعه وهنسم زيك. المهم طبعا ريهام اتهمت الناس بالجهل لمجرد انهم بيهزروا على تصريح للرئيس، والرئيس نفسه ضحك على اللي حصل فاتهمتهم بالجهل على سنها اعلم اهل الارض مثلا يعني، وده يعني اعتقد ان ده اول مبادئ قله الذوق، احنا المصريين معروف نعتبر الوقت بنهزر وبنقلش وكوميكسات واي رئيس بيجي عارف ان شعبه كده، ويعني ده الرئيس ده الكبير حضرتك، مش حته مذيعه قاعده على كرسي بتشتم في الناس، يعني لم نفسك شويه، ده رقم واحد. رقم اتنين، فكره انك تهين التخان وهم يمكن شريحه كبيره جدا من الناس، وعلما ان اي وزن يبقى بالنسبه فوق الطبيعي سمنه، يعني لو جينا نتكلم عن السمنه هو 80% من المصريين عندهم سمنه، يعني لما طولي مثلا كذا ووزني كذا فانا زايد 10 20 كيلو 5 كيلو ايا كان، فكل الناس عندها سمنه، فانا احترم الناس وتحترمي جمهورك. طبعا السوشيال ميديا ولعه، كل الناس اللي وزنها زايد بشكل او باخر شايفين دي اهانه مباشره ليهم،
لان طبعا الاستاذه ريهام سعيد ما يهمهاش احترام حد ولا كرامه حد، هي شايفه انها مهمه. انا عملت حمله للسمنه، انتوا تبقوا عايشين. وانت ما شوفي نفسك، شوفي نفسك اول ما ظهرتي يا خبر اسود، الناس بقى ايه روقت عليكي. شفت صورك كنت شبه الدبدوب، فاكره فاكره انت دبدوبه، انت دبدوبه عسل والله، كنت دبدوبه كده وحلوه، وشك يملى حله ما شاء الله، حله حله كوارع، نفس الكارع يتحط وشك كان يتحط مكانه. اللهم صل على النبي، حاجه كانت ايه لوز، فاكره وشك كان قد كده ومناخيرك كانت قد كده وكل حاجه قد كده، سبحان الله. فشيتي بقى يعني، رحت ربنا لزقك ببارستين، رحت عملت لك عمليه، انت انت مذيعه ما شاء الله، تقفشي قد كده كل شويه يعني، ما تجيش بقى تتنططي على خلق الله، ما تروحي تشوفي نفسك كنت عامله ازاي، طلعت شبه النفيخ اصلا. ما هو يعني انا ما بحبش اتريق على حد ولا غيره، ما انا قد كده انا اخر يعني، هو ما شاء الله الوغد وعضلات وبتاع، مفيش عضلات خالص، كلنا مكربزين وحلوين في نفسنا يعني، بس مش هنتريق على بعض، عيب نحترم بعض، نحترم خلق الله. ولما حد عنده مشكله تكلمي بذوق، تكلمي بلطف، انما كل واحد عنده مشكلته. الست اللي انت مش عاجباك اللي شايانه وتجري في الدنيا دي عشان خاطر تشوف رزق عيالها ولا جوزها تعبان وبتجري على رزقه، بس هي وزنها زياده، طب ما جريها ده لوحده اصلا شقه يخسسها يعني، بس هو الله اعلم في مرض تاني عندها مصاحبها مخليها مش قادره تاخد ادويه، فلوسها اللي بتشقى بيها ما تكفيهاش حضرتك تروح تعمل عمليه زي اللي انت عملتيها شفت، ولا تركب بالونه، ولا تعمل ما اعرفش، ولا تجيب حتى البتاع اللي بياخدوه ده عشان يخسوا كورس العلاج ده. يعني مالك في ايه؟ مالك بتذل الناس ليه؟ احترمي نفسك شويه، احترمي جمهورك شويه. وانا مش فاهم، انا بتوع قناه الحياه يعني يا جماعه، انتوا في ايه مالكم؟ يعني انتوا مش عارفين تسيطروا عليها ولا ايه؟ عموما انا طولت عليكم فعلا يا جماعه، بس الموضوع بقى مستفز جدا. الاستاذه ريهام سعيد بقت محتاجه لمعالج نفسي يشوف ايه حكايتها وايه مشكلتها. فيا ريت يا استاذه ريهام سعيد تحترمي جمهورك اكتر من كده، يوم ما تعملي حمله مشكوره جدا يا ستي كتر خيرك وخير اللي بيوفر الحمله دي، بس ما تذليش الناس، احترميهم. يوم ما تطلعي تقولي يا جماعه احنا عملنا حمله للسمنه وبتاع ايه، شجعي الناس بشكل او باخر، مش تهينيهم. نفسي تعلموا، انتوا بقيتوا اعلاميين فشله بجد. ويطلع بقى شويه المطبلاتيه بتوعك يقعدوا يشتمونا بقى في الكومنتات، وانت بتحب هشام سعيد، وانت عايز تتنطط على قفر، انا اتنطط على فاكي يا شيخ روحي، شوفي قرد يتنطط على فاكي. طبعا لو كل الهبد اللي فات ده عجبكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتابعونا في كل فيديوهاتنا، وتحياتي ليكم.